طيب طبعا الفنان الكبير رشوان توفيق يعني ربنا يديله الصحة يا رب، طلعوا عنه إشاعة ان هو تزوج من فتاة في عمر احفاده. والله البنت نفسها لاحقا نفت ان هي اتعمدت او ان هي ادعت ده، كويس، بس الصورة اتنشرت بالطريقة دي. ايوه ده النفي بتاع. تخيلي حد في قيمة رشوان توفيق يفاجأ بالنوع ده من الإشاعات لمجرد ان في صورة ان هي في واحدة بتسنده وهو بيتحرك، والموضوع يطلع بهذا الكلام ده. برضو بيورينا ازاي سهولة استخراج الإشاعة واعتمادهم على التعليقات اللي هتيجي عن فرق السن، لانه طبيعه الجمهور كمان اللي بقى موجود والمتابعين بقى بيركز في حاجات احنا كنا مستحيل كصحفيين او جمهور فن عموما يركز فيها، اللي هو فرق السن ما بين الفنانين، يقعد يعد ويحسب والكلام ده، مين عمل فولو وان فولو لمين، فكره ان هم لغوا المتابعه لبعض ده بقى خبر يعني بقى خبر في حد ذاته، وان هم مسحوا الصور ورجعوا الصور، كل التفاصيل دي، لان هي اللي بيحصل انه اللي بيعمل الفبركه دي بيستغل اهتمام الناس بالامور دي، وان هي صدقت مع بعض الفنانين ويعني بيطبقها على غيره. يعني دايما من زمان كده، حتى ايام كان ما يطلق عليه الصحافه الصفراء، كانوا يكتبوا كده خبر بيبقى صغير في الجورنال وفجاه يطلع عنه شائعه ايه الفرق ما بين الحقبه دي صحفيا واللي احنا عايشينها نتيا زي ما بنقول؟ والله يعني الحقبه دي يعني كان ليها نفس التاثير السلبي. لا لا طبعا نسميها زمن الفبركه الجميل، يعني اللي هو الفبركه كنتش اتخيل ان انا اسمع المصطلح ده، زمن الفبركه الجميل، اللي هو الفبركه لما كانت ما بتعملش الاذى ده كله. يعني حتى الفنانه يعني فيفي عبده كان لها تصريح شهير ان هي ما بتزعلش من اي اشاعه ما عدا اشاعه الموت، كويس، لان حتى اشاعه الجواز ما كانش لها التاثير ده كله، لانه بعد شويه بتتنفي والموضوع يعني بينتهي عن كده. لكن دلوقتي الناس حتى وهي شايفه الناس مع بعض بيقولوا لا منفصلين بس بيخبوا يعني طول الوقت. فهو الفرق احنا ادرى الفرق في انه كان محدوديه الانتشار، انه كان بيتم الالتزام بالامور القانونيه، كان دايما بالحروف الاولى، كان سهل العصفورة. سهل ان العصفوره طبعا كانت سهل نفيها. ف يعني كان ينفع انك تتعاملي معاها في الاخر. اللي بيقروا بس الجرايد كانوا ناس قليله وممكن يقولوها في دار دردشه، انا قريت الخبر اروح اقوله لزمايلي في الشغل، لكن انك تلاقي ملايين ملايين من الناس بتعلق على نفس الخبر، اعتقد دي هي. طب هو ده قانونا يعني جائز؟ ما فيش حد مثلا لو فنان او رياضي او ايا كان طلع عنه اشاعه ما يقدرش ان هو طب خلينا بس نقول احنا النهارده ليه بنتكلم عن النماذج دي؟ لان حتى الاشاعات دي مش عن اشخاص. يعني ما فيش حد اسمه هدى المحمودي عشان يقول ان انا ما ضربتش الحكم، ولا في ايه السيد اللي تاهت، كويس. ف لا بس ثانية واحدة، دي سخرية لكيان أكبر وهو الاتحاد، الأولمبيك جيمز أو الاتحاد. ما هو بس لو هنوع يعني أنا بحط نفسي مكان فعلا الناس اللي هي عايزة تستخدم القانون، القانون هيقضي مين ولا مين وإمتى؟ ولو البوست اتمسح، وبعدين الصفحات دي مش صفحات أشخاص، يعني صفحات ليها أسامي، كويس، يعني اسمها خمسينة إيجيبشن ليج، حاجات زي كده. بس فعلا الموضوع محتاج وعي أكتر، أو محتاج تربية إعلامية للجمهور إن هو يقلل التفاعل. إمتى القانون يتدخل؟ لو شخص استخدام صورة، يعني ممكن الست اللي مستخدمة فيها صورة سعودية، ممكن هي تقول استخدمت صورتي، بس هتروح ترفع قضية على مين ولا مين، عنوان أدمن الصفحة ان هو استخدم الصورة. طبعا موضوع كبير يعني.